دابا على حسب المنزله، وكاين دابا حيت كاين الطلب فهمتي، كاين طلب بزاف، كاين طلب بزاف فهمتي، كلشي دابا كاين البلدان دابا طالبين. حنا استرتينا دابا ديال كادير هو فهمتي هو الطوب. هاد الايامات كاين داير 20 درهم بحال البارح، دابا كاين 20 درهم. الا نشوف انا شي سرجيل حيت غالي، غالي بزاف السرجيل، و 20 درهم البارح داير 20 درهم، الا نشوف داير 40 درهم. اليوم ما كايناش السرجيل، اليوم راه اليوم نزل على حسب سميتو الباركوات فهمتي، باع حوت حيت 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 قليل. والبارح والبارح داير 7 درهم 8 درهم، هادشي هو اللي كاين. شنو اليوم وصل 12 درهم مع 15 درهم، ولكن كاين السرجيل ثمن زوين، والسرجيل ديال البلاد ماشي ديال الفني، ديال الفني ديال 160 7 درهم، هادشي هو اللي كاين اودا استاذ. كاين الاثمنه اليوم، اليوم مزيانه، اليوم مزيانه، واخا هكاك الحوت قليل شويه، حوت قليل شويه، وكاين الثمن زوين، كاين الجوده. المهم الاثمنه انا عندي الاثمنه كلشي ديال الحوت ياك. المهم كاين عندنا 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 الصول هو اللي غالي، الصول وكرمه هما اللي غاليين هاد الايامات، والما باقي كلشي حوت جديد وكلشي نازل. بحال السرجي نازل اليوم داير 12 درهم 10 درهم 15 درهم، بحال كاين القنبة، القنبة داير 200 درهم، الصول 90 درهم، كروفيت داير كاين 120، كاين 100 درهم، كاين 80 درهم على حسب. والمهم كاين الباجو، بحال الباجو حتى هو. المهم بحال هكا الثمن زوين. كرامه هي اللي غاليه بزاف، كرامه تمشي 150 حتى 160 درهم، 150 حتى 160 درهم. الميرنا دايره 50 60 درهم، واشي هو اللي كاين. المهم بحال السامبير، السامبير كيمشي 40 درهم، السامبير 40 درهم. الراسكاس داير 60 درهم، الراسكاس داير 60 درهم. التيربو، التيربو كنبيعو 90 درهم، 90 درهم. عندنا المهم السي بي، السي بي داير 100 درهم، السي بي داير 100 درهم. عندنا لي زويتر، كاين لي زويتر، كاين بوزروك. المهم جميع جميع انواع الاسماك كاينه هنا. اخر الجولات التي تقوم بها الجمعيه المغربيه لحمايه وجود المستهلك باكادير الكبير، اولا لمعرفه مدى وفره المواد الغذائيه وكذلك خاصه الاسماك. ومن خلال بعض الشكايات التي اتصلت بها الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك بخصوص غلاء اسعار ديال الاسماك، جينا اليوم فواحد الجوله ديالنا ضمن الجولات اللي تنقوموا بها خلال شهر رمضان، ماشي غير خلال شهر رمضان، فاحنا تنقوموا بجولات لا في رمضان ولا 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 في الايام الاخرى باش نعرفوا مدى توفر هاد المواد. اذا دخلنا هنا لسوق السمك باكادير، وهذا السوق اللي هو معروف على جهه سوس ماسا، ومن خلال هاد الاثمنه اللي كاينه دابا هنايا هو ان الكالامار هو اللي غالي، راه داير وصل 170 درهم، الصول وصل 90 درهم. اما بالنسبه للاسماك الاخرى، بالنسبه للباجو 30 40، بالنسبه للسيبيا وكذلك حتى هي تدور في 30 درهم، بالنسبه لاباطيش حتى هي 30 درهم، الرايه 35 40 درهم، السردين اليوم داير 15 درهم. بالنسبه للميرنا، الميرنا الميرنا الصول مزيان داير 90 درهم اليوم اللي داير هنايا. الميرنا والروجي وهذا الشيء راه تيطرح بين 40 درهم و 50 درهم. يعني هاد ورغم ذلك ان هاد الاثمنه ليست في استطاعات المستهلك، لان باش يدي واحد الكيلو ديال الميرنا ب 60 70 درهم ولا كيلو ديال الصول ب 90 درهم، ولا كانوا غير استاد الناس ولا كذا، فهاد هنا تنشهد بان الاسماك هي طالعه شي شويه. وايضا تنشوفوا هنايا كجمعيه تنشوفوا الجوده ديال الاسماك، يعني جو الاسماك اللي شلنا هنا فهي ذات جوده مزيانه. ف كاين 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 في ظروف اللي هي صحيه، واللي بغينا هنا ناكدوا عليه هو ان المستهلك خاص تكون عنده واحد الثقافه استهلاكيه باش ما يبدا يقتني بيدي مثلا جوج كيلو ديال المير، يدي واحد الكيلو ديال الميرنا، وباش ما لان تنشوفوا المستهلك كاين واحد الضياع، تيضيعوا بزاف في الصباح، تلقاو الحاويات ديال الازبال كلهم ملوح فيهم الحوت، ملوح فيهم داك الشيء، وهذا 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 تبذير. تنرد هنا غتكون واحد العمليه ديال الترشيد للنفقات وترشيد للاستهلاك ديال هاد ديال الاسماك هنا بصفه عامه. السردين اليوم وصل 15 درهم، السردين هو حسب العرض والطلب وحسب السوق، فالسردين تتراوح بين 10 دراهم 12 13 حتى 15 درهم، بعض المرات السردين تطيح حتى 7 ديال الدراهم.
في السوق. اذا على حسب كما تنقولوا الجو ديال البحر كي داير. بعض المرات تيكون السردين قليله ما خرجوش الباريخات، بعض المرات تيكون السردين تيكون ثاني كثير الا كانوا الباريخات خرجوا، وكان الجو اذا كانت الموفيطا راه السردين تيكون غالي تيوصل حتى ل 20 درهم. اما اليوم راه السردين كاين مزيان هنا ديال البلاد ديال اكادير راه واصل 15 13 يعني نقول في متناول، ولكن في متناول رغم اننا في واحد المدينه اللي مشهوره بـ 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 بالاسماك وخاصه السردين.